القداسة بحكم قضية القداسة الشيعة المقررة رقم 317 مركز الجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سماع الرقعة طلعت الأوراق والمدونة قانونا، وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية ومواد قانون العقوبات وقانون الطفل، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من عمرو يحيى أبو سريع أبو هنيه سليمان طلع سليمان أبو نجم صابر إبراهيم إبراهيم السايس بالسجن المشدد لمدة 14 عاما عما أسلمت لديهم وألزمتهم المصاريف الجنائية. انتهت الجلسة. رفعت الكرت. ماشي.